أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 37,396 فلسطينيا وإصابة 85,523 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. أشارت السلطات الصحية في غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و 71 مصابا خلال 24 ساعة الماضية، فيما لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي طرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.